هذا وتعمل العديد من دول العالم بشكل متواصل على إيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا. وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 الدكتور سلمان الرواف في لقاء خاص لبرنامج مجتمع واعي عبر سكايب أن لدى المملكة المتحدة لقاحان لفيروس كورونا يحظيان بدعم من الحكومة البريطانية. المملكة المتحدة الحقيقة أدهى لقاحين رئيسيين، واحد متقدم وأكثر الصور تقدماً في العالم اللي هو لقاح أكسفورد، والثاني هو من جامعتي من إمبريال كوليدج لندن، والاثنين مدعومين من الحكومة البريطانية. ومع أنه أكسفورد الآن اتفقت مع أحد الشركات أسترازينيكا لكي أنه يصنعون اللقاح حالة قبولة من ناحية السلامة ومن ناحية التأثير الإيجابي للقاح. وهذه اللقاحين إن شاء الله متوقع، يعني على الأقل لقاح أكسفورد، وهناك تعاون ما بين الجامعتين، أنه يكون متوفر إذا تمت التجارب بنجاح في نهاية هذا العام بداية العام الثاني، وكنا أمل أنه يكون متوفر لحماية المواطنين من فيروس كوفيد ومرض كوفيد، ليس فقط في بريطانيا وإنما في أنحاء العالم. اللقاحات بصورة عامة نعرضها إلى تجارب سريرية ولمدة طويلة إلى أن يثبت أنه هذا اللقاح خالي من المضاعفات، هذا موضوع السلامة، وأنه هذا اللقاح له التأثير الإيجابي لمنع المرض. هذه سبب اللقاحات. إحنا لازم نعرف أنه اللقاحات تعطى لأشخاص ليس لديهم مرض، يعني عكس الدواء. الدواء تعطى لشخص عند المرض من في سبيل التخلص من المرض أو التخفيف عن المرض. هنا الآن إحنا في موقف مختلف تماماً، وهو أنه بدنا نعطي العلاج أو اللقاح العفو إلى ناس سليمين في من غرض حمايتهم. إذن يجب أن تكون مضار اللقاح صفر. هذه دائما نسعى إلى أنه تأثيرات اللقاح الجانبية خفيفة جدا أو شبه صفر. وفعلا اللقاحات اللي نستعملها مع أطفالنا، نستعملها للإنفلونزا، بيها بعض التأثيرات الجانبية ولكنها خفيفة. فالآن التجارب في معظم دول العالم اللي وصلت ما يسمى بالمرحلة الثالثة، وهي المرحلة الفحص السريري عندما يعطى 50% من الناس اللقاح الجديد وهم ناس سالمين ليس لديهم مرض، و 50% أيضا سالمين وليس لديهم مرض، يعطى شيء فارغ ما بي اسمه لقاح بس، لكن لا بي تأثير ولا أي شيء، نسميه بلاسيبو. فنقارن بعد فترة طويلة وفترات متزامنة ما تأثير هذا اللقاح من ناحية السلامة ومن ناحية منع المرض.